من المقرر أن تعرف المباراة الودية لفريق الوداد الرياضي أمام شباب المسيرة يوم الجمعة المقبل حضور الحسين عموتة المدرب الأحمر بعد عودته من النمسا عقب خوض مباريات المنتخب المحلي ضد جامايكا وقطر. ومن المنتظر أن يتابع عموتة المباراة الودية لفريق الوداد الرياضي من أجل وقوف على جاهزية لاعبي الفريق استعدادا للموسم الكروي المقبل. وقررت الإدارة التقنية لفريق الوداد الرياضي الذي يشرف عليها المدرب الحسين عموتة الذي يدرب الفريق المنتخب المحلي المغربي تقسيم لاعبي الفريق إلى فريقين كما قلنا في فيديوهات سابقة، ويشرف على تدريب الفريق الأحمر الأول بمركب بن جلون مصطفى الخلفي المدرب المساعد الأول، فيما يشرف على الفريق الثاني هشام الإدريسي المدرب المساعد الثاني.